Now for steady flow لجريان مستقر فمعدل تغير الزخم على حدود الكنترول فوليوم بالنسبة للزمن يساوي صفر، يعني الحد الأول للمعادلة سوف يحدث وما تبقى من المعادلة محصلة القوى، نكرر مرة ثانية، القوى التي يسلطها الماء الجاري على المجرى. وهنا يجب أن نلتفت يا شباب، شو نقصد بالمجرى؟ أي جسم بتماس مع ماء جاري، بالمقابل الماء الجاري يولد رد فعل عليه، هو قوة، هاي القوة يتم حسابها من هاي المعادلة. فبالتالي كلمة المجرى يا شباب، مصطلح المجرى ممكن أن ينطلق على أو يطلق على الأنبوب، على القناة، على صفيحة مستوية، فعند جريان الماء على الصفيحة المستوية يولد عليها رد فعل عكس اتجاه الجريان، قوة عكس اتجاه الجريان، مقدارها M dot في V out minus M dot في V in، وهذا ما نسميه بالستدي فلو مومنتم إكويجين. طبعا على اعتبار أن الام دوت ثابتة مثل ما أخذناها من معادلة حفظ الكتلة اللي هي المعادلة الأولى في هذا الفصل، ولمدخل واحد ومخرج واحد، يعني هذا فرضية لأحد الحالات التطبيقية، لمدخل واحد ومخرج واحد، والتصريف راح يكون ثابت حسب معادلة حفظ الكتلة، يمكن إخراج التصريف الام دوت خارج القوس، فيصبح عندنا summation of force يساوي الام دوت V out minus V in، يعني رو في V في A اللي هو ثابت على طول المجرى مضروبا في السرعة بالمخرج minus السرعة بالمدخل. زين، حتى يصير هذا قانوننا تطبيقي، احنا نعرف عندنا القوة نأخذها في العادة باتجاهين، يعني عندنا السيجما اف اكس والسيجما اف واي، فالتغيير راح يكون على اساس مركبات السرعة، يعني سيجما اوف اكس يعني محصلة القوى التي يسلطها المائع الجاري على المجرى باتجاه اكس تساوي الام دوت اللي هو معدل تدفق الكتلة رو في البي في الاي. طبعا هنا يسأل سائل يا في ويا اي اخذها، ما تفرق لنا، اذا اخذت الفي ان تاخذ وياها الاي ان، اذا اخذت الفي اوت تاخذ وياها الاي اوت، لانه التصريف ثابت، ما ننساها هاي. في هنا لا، هنا تحديد VX out، بهو احنا دا نحكي عن من؟ عن الـ FX، فأخذنا شنو؟ مركبة السرعة بالاتجاه X بالمخرج VX out minus VX in، يعني مركبة السرعة بالاتجاه X بالمدخل، وبالاتجاه Y كذلك summation of Y يعني محصلة القوى بالاتجاه Y اللي يسلطها المائع الجاري على المجرى، واللي يكون اتجاهها ما ننسى دائما يا شباب عكس اتجاه الجريان، عكس اتجاه الجريان، يعني هناك رد فعل يولده المائع الجاري على المجرى عكس اتجاه الجريان، مقداره اف اكس واف واي، الاف واي هي الام دوت اللي هي الرو في الفي في الاي، في واي اوت يعني مركبة السرعة باتجاه واي بالمخرج ناقصاً الـ VYN يعني مركبة السرعة بالاتجاه Y بالمدخل. ايش نقصد بالمركبات هنا يا شباب، إن كانت باتجاه X ولا باتجاه Y بالمدخل أو بالمخرج؟ هنا أنا لازم ننتبه أن مقطع المجرى ممكن أن يكون أفقي، ممكن أن يكون عمودي، وممكن أن يكون دخول أفقي وخروج عمودي، وممكن العكس أيضاً دخول عمودي وخروج أفقي، وممكن أيضا يدخل بزاوية مائلة ويخرج بزاوية مائلة. المجرى ممكن أن يكون الدخول له بزاوية مائلة، واليوم لازم ينطينا هاي الزاوية اللي يدخل بها الماء على المجرى، ويخرج بزاوية مائلة أيضا، ولازم أيضا ينطينا هاي الزاوية حتى نحل السؤال. فبالتالي لحساب ردود الأفعال، لحساب القوى، شو رادلنا؟ رادلنا نحسب مركبات السرعة بالمدخل وبالمخرج، مركبات السرعة، يعني إذا كان الدخول للمجرى مائل فبالتالي السرعة بالدخول راح تتحلل إلى مركبتين Vx in و Vx out، وبالخروج أيضا Vy in و Vy out، فلازم ننتبه إذا السرعة تتحلل حسب الدخول والخروج من المجرى. أما إذا كان الدخول أفقي فبالتالي ما عندنا مركبة باتجاه الواي، إذا كان الخروج أفقي ما عندنا مركبة بالاتجاه واي، وهكذا. إذن علينا أنه ننتبه اللي داخله هنا هي المركبات،
مركبات السرعة بالدخول وبالخروج.